الان بلدنا وكلنا اخوان، فاخواننا في الفرقه الموسيقيه وكلنا نغني هذه الاغنيه. سوداني بلدنا وكلنا اخوان. سوداني بلدنا، سوداني بلدنا، سوداني بلدنا وكلنا إخوان. سوداني بلدنا. طيب البرهان انت نازل جاد عنك ليه؟ ما هذا غناي كويس وصوتك كويس جميل. طيب يا اخي مالك قاعدين في السياسة يا اخي؟ طيب قاعدين في السياسة مالك يا ابن ادم؟ مش غني يا اخي، احسن ليك والله احسن من فرفور ده واحسن من الجماعة دي. غني يا اخي احسن ليك، هذول امسك الوتر ده وكفاك. طبعا لله الحمد لله والشكر لله تم توقيع السلام بالاحرف العريضة في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان بحضور اقليمي ودولي من الدول العربية، حضرت مصر وقطر والسعودية. وطبعا زي ما كالمعتاد غابت حركة عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز المر. طبعا دي شغلين خايف تذكر بس، ونحن نقول لكم والله مشتاق حين يطير يطير، ما تجي ذاته ما تجي، نحن ما عايزينكم ذاته والله ما عايزينكم. مش الاغلبيه هاي وقعت سلام، انتوا عشوائي حتى يقولوا انه وقع سلام ثاني وما تلقوا اي كرسي تقعدوا فيه. كانت تفو اللمه دي. فمن ضمن البنود يعني ما عاوز اقول كل البنود، لكن من ضمن البنود يعني انه ثاني تكون في فتره انتقاليه مده 3 سنوات، يعني من تاريخ التوقيع الليله ثاني انه 3 سنوات لقدام. نازلين وقعوا على السلام ودايما قاعد يقعدوا شويه قبل يرتاحوا شويه من الحرب. دايما في الكراسي دايما زي ثلاثه مقاعد في مجلس السياده و5 حقائب وزاريه في مجلس الوزراء. نازلين يرتاحوا نازلين لهم 5 سنين شغالين حرب. والشيء اللي عرفته والله الزول ده قالوا مبالغه. الخروف يقوش لك عادي، خروف كامل ده اللي كل يوم ده الخروف ياكله. يا اخي ده برام ميزانيه والله. مالك عقار ده ميزانيه. والله كان احسن لنا نرجع لهم الغابه ساعه، احسن لنا ما يكلفنا ما لا طاقة لنا به. زول بتعض صح، خطير خطير خطير. تاسع بتلقى ولا في خروف؟ لا في، ما في. شهرين ثلاثة كده ما في خروف بتلقى لا في السوق. المهم على كل حال مبروك السلام، وان شاء الله بس تاني بعدنا الناس تجتهد وتعمل على تنمية البلد والناس تتفق، وما في اي تفرقة بيننا. كلنا احنا سودانيين، ما في اي غبلية ولا ما في اي حاجة زي دي. احنا سودانيين دايرين نعمر بلدنا تاني من الاول. البلد دي خلاص انتهت علينا يا جماعة، كل حروبات ومنها قمنا ساي حروبات، بس وارواح بتزهق وناس تتشرد وناس ماتوا بالجوع. بعدين احنا نسمع صوت البندقية والله الكلام، احنا نسمع صوت المصانع، صوت المكنة طالع، نبدأ نعمر بلدنا. سوداننا نادانا، وانتوا يا لغات السلام ده ما تفتكروا انه هتقعدوا في المكاتب وقاعدين ساي مرطبين، لا ما في كلام زي ده. تشتغلوا تكليف ما تشريف، ده تكليف. افهم الكلام ده حطوه في راسكم. انتوا لو عاوزين تيجوا عشان انتوا تطلعوا في الكفر وتعملوا فيها خاص وزر، والله اطلعوا من راسكم. احنا داير الناس تيجي تشتغل، يكون في تعاون، الناس كلها تشتغل من اجل البلد. ثاني حاجه نعتمد على الغير، نمشي نشحد ودونا ودونا قروض ودونا بتاع، ما كان زي ده ينفع معانا. بلدنا دي والله ما شاء الله جاهزه وعندها امكانيات ما في في البلد في المنطقه كلها، في بلد في زي السودان. الناس تعاونوا مع بعض وان شاء الله السودان ده حيطلع من الورطه اللي قاعد فيها حاليا دي، اللي وقعونا فيها الكيزان مده 30 سنه بنطلع منها ان شاء الله باذن الله. بس الناس تتكاتف وتبعد المحسوبيه وتبعد الانانيه وتبعد الحياه دي كلها، يعني ان احنا الناس تشتغل من اجل البلد. اي زول يشتغل يشتغل من اجل البلد، ما يشتغل من اجل جيبه ولا من اجل عشيرته. وما عاوز اطول عليكم، والف مبروك السلام، وان شاء الله دائما 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 البلد في سلام وامان والناس مبسوطة، وإن شاء الله الحالة تصلح كلها بعد الوضع السيء ده. بعد شوية إن شاء الله الانفراج يكون كبيرة إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.